بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، حصل لنا الرعب. ده الشغل بتاع ريا وسكينة. الأخوة والأخوات، هنخطب بقى. يا رب تكونوا في خير، ويا رب تكونوا في أحسن حال، وما يكونش الشتاء خلص علينا كلنا، عشان العملية بقت ساعة قوي، ولا عارف حتى مش عارفين نحكي، يعني حاجة تكسف. كسل ماشي، صاروخ في الدنيا. ماشي، هنقول دلوقتي الجزء التمنتاشر، الضحية الاربعتاشر، يعني الجزء 18 والضحية 14. ماشي يا عم، انجليزي اهو. دلوقتي هنكمل بقى زي ما كنا واقفين اخر مرة، وكنا بنحكي شوية حاجات حوالين ريا وسكينة وعبد العال وسلامة اللي خلع واتنطر ورجعنا تاني محمد عبد العال. يعني الست ما بتعرفش تقعد من غير راجل، ايا كان ان شاء الله تجيب تمثال يقعد معاها، ما عندهاش مشاكل، الست سكينة. ماشي، فنيجي بقى ايه دلوقتي، نخش على الجزء ال 18. الضحية ال 14 دي برضو من ضمن الناس اللي هتصعب عليك، زي انيسة ما عملتش اي حاجة في الدنيا غير انها راحت تحب واحد فغدروا بها وقتلوها. فاطمة الضحية ال 14 اللي هي بنت عبد ربه، واحدة برضو هتعرف قصتها، غلبانة وشقيانة وتعبانة، وبرضو يتغدر بيها عشان حاجة تافهة. كانت شيخة المخدمين بيسموها، اللي هي فاطمة بنت عبد ربه، بيقولوا عليها شيخة المخدمين. هتعرف مني القصة دلوقتي وانا بحكي يعني ايه شيخة المخدمين. كان الدكان بتاعها من المعالم المعروفة في شارع البرهامي. شارع البرهامي ده دخت عليه دوخة مش لاقيه، بس 9000% اسمه اتغير، اللي ما بلاقهوش بيبقى اسمه اتغير، زي المسكوبية برضو اللي اتغيرت بقت اسمها السكونية. ماشي، كان المحل ده في معظم ساعات النهار بيحتشد فيه، او يعني مليان بلغتنا البلدي بقى اللي احنا بنقولها، بنتكلم عشان كل الناس تفهم، بلاش يحتشد دي عشان ضخمة قوي، طالعين مظاهرات كده. كان اللي بيتجمع عنده او ملموم عنده معظم في معظم ساعات النهار عشرات من الفتيات، يعني بنات كتير جدا، والستات اللي كانت بترغب تشتغل او تلتحق بعمل يعني كخدمات في البيوت، او انها تشتغل يعني خدامة في البيوت. دول نوعية، واللي كانوا عايزين يشتغلوا شغل كده على الماشي، اللي هو ساعة وساعتين ويمشوا يخدموا في حاجة يخلصوا حاجة. ماشي، وكمان كان موجود في الدكان ده كتير جدا من الناس اللي جاية وطالبة خادمة تساعد في أعمال المنزل، وفي ناس تانية نوعية واقفة اللي هي طالبين واحدة لرعاية أطفال، وفي واحدة طالبة تسوق، إن واحدة تجيب لها الحاجات من السوق. المهم كان المحل مليان كتير جدا من الناس، من بقى قلت لك هو التشكيلة بتاعت الناس، خدامين بيشتغلوا على الناس اللي طالبة الخدم والكلام ده كله. وقلنا اول حاجة ان هي اسمها فاطمة بنت عبد ربه، اللي هي كانت مشهورة بايه، بفاطمة العورة. تمام، ده الاسم اللي اتعرفت بيه. بسبب ايه بقى يا سيدي؟ كان ان هي فقدت عينها اليمنى على اثر حادث وقع لها في طفولتها، او حصل لها في طفولتها. فكانوا زمان ما كانش فيه يعني سوري يعني خشة ولا تنمر ولا كلام من ده، كان كده على بلاطة، انت عينك عورة يقولك العورة، فلان الأقرع يقولوا الأقرع، فلان الأعمى يقولك آه ده محمد الأعمى، الزكاك يقولك ده الزكاك اللي كانت رجله بتزك عليها فمسمينه الزكاك. ده كان الحال زمان. فكانت البنت دي اللي هي فاطمة العورة كانت محل احترام جدا من السكان اللي حواليها، ومن زباينها كانوا بيثقوا فيها جدا جدا جدا. ليه؟ لأنها كانت دقيقة جدا في عملها، وكان لها حسن اختيار او اختيار بدقة قوي في اللي بترشحه للعمل، انه يخدم في البيوت او لأسرة او كلام من ده. وفي اي مكان بصراحة انت بتعمل عملك بدقة بتتشهر وتسمع، بتعمله بضمير زي ما الدين بيقول من عمل عملا فليتقنه. فهي كانت كمان بتروح، يعني كانت محل تقدير فعلا للعاملين في محافظة اسكندرية. هقول لك ليه في محافظة اسكندرية، اللي كانت بتروح بتردد عليها كتير قوي عشان تنهي
أعمال وتستخرج التراخيص المطلوبة للخادمات اللي هيلتحقوا بالعمل في البيوت، لأن كان في تراخيص أيامها ماشي للخادمات دول، فضلا كمان عن التزام الست دي بالقوانين جدا، التزام صارم. الست دي كانت محترمة قوي والله، دي من الناس اللي اتزعل عليها في القصة دي، كان التزامها صارم جدا بالقوانين واللوائح اللي يقولولها عليه، واللي شيخ الحارة يقولها عليه، واللي المحافظة تقولها عليه. فوق كل ده كانت يعني بص صفات حلوة جدا في الست، فوق كل ده كانت تنظم مهنتها جدا، كانت منظمة قوي، وكانت سخية اليد مع اللي بيساعدوها في إنجاز عملها، سواء شغالين معاها أو مثلا إيه مزنوقة في واحدة عايزة تقول لأ، تجيب واحدة مثلا دلوقتي مثلا بنت صغيرة عايزينها تشتغل في بيت عند واحدة كذا فمش لاقية، ففي ناس كانوا بيعاونوها، دي تقول لها في البيت الفلاني في البلد الفلانية في كذا، فكانت سخية جدا معاهم. ومع ان العمل في الدكان ده يا سيدي كان شغال من الصبح لغاية المساء او لغاية بالليل، الا انها طبعا كانت بتغيب كتير من الاحيان وتسيب البيت للمساعدة بتاعتها اللي هي مين؟ ام السعد. خلاص فاطمة بنت عبد ربه بقت اتطورت، بقت اسمها فاطمة العورة لغاية، ومساعدتها اسمها ام السعد. بتروح مبنى المحافظة اللي هي فاطمة العورة او احد اسامي الشرطة ان هي تخلص الاوراق، وكمان بتبقى اديك فكرة يعني كانت بتبقى واخدة احد الخادمات معاها او خادمة او اتنين ساعات، عشان يا اما تروح تاخدها تخلص لها الورق معاها في الاسم، او تروح تسلمها زي ما كان يقولك زمان يعني اسيادها او الناس اللي هتشتغل عندهم، ما بحبش اقول الكلمة دي طبعا، راح تسلمها للناس اللي هتشتغل عندهم. ده جانب من الجزء اللي هي كانت بتطلع بره كتير ليه، وفي احيان مش يعني مش احيان مش كتيرة قوي او مش نادرة قوي كانت بتظهر في حارة علي بيك الكبير. تخيل الصورة اللي قدامك ده مدفن معمول ورشة نجارة، تخيل، وعادي طبيعي جدا والناس بتيجي له بتروح له وعادي والدنيا ماشية، ورشة نجارة المدفن اللي قدامك ده. وايه السبب ان هي كانت بتروح هناك ليه؟ لان كان الدكان بتاعها بتاع جوزها النجار اللي هو بيمتلكه محمد احمد رمضان كان في ناحيه حاره علي بيك الكبير، او يعتبر جواها يعني ماشي، ومش بعيد خالص، هو قريب يعني بينه وبين علي بيك الكبير البيت حوالي 5-6 عمارات او 10 عمارات او 8 عمارات يعني بالصفين وكده مش الصف الواحد. فكانت بتروح تقعد معاه شوية وقت كده، او تتكلم معاه او تتناقش معاه في شوية امور من البيت بتاعهم او حاجتهم، وكانت بتروح جاية ماشية يعني بتسلى برضو، ما بقاش طول اليوم برا البيت وما تشوفش جوزها، فكانت بتروح تقعد معاه شوية. وكان رمضان النجار ده يا سيدي اللي هو قلنا محمد احمد رمضان، هنقول عليه ايه؟ رمضان النجار ماشي، ده كان اخر ازواجها. رجعت اقول ماشي تاني، حاجة تكسف، الناس قايله لي ما تقولش ماشي بس يلا. هو ده كان اخر ازواجها بعد عدة زيجات فاشلة، لانها اتجوزت كتير جدا والجوازات دي كانت كلها فاشلة. ليه؟ والجوازات دي يعني كانت ما بتطلق ما فيش وراها ديول، هوضح لك، لان عيني كانت فاطمة العورة بص الحظ يا عيني كمان ان هي كانت ما بتخلفش، فكانت الطلاقة من هنا بتطلقها ما فيش بقى مشاكل لا في عيل ولا بتاع ولا تربية ولا نفقة ولا حضانة ولا كلام من ده، فكانت عيني بتطلق تمشي تسحب نفسها كده واخد حالها ومالها وماشية كله. وده اللي شجع يا سيدي محمد احمد رمضان اللي هو رمضان النجار انه يتجوزها. الراجل ده اتجوزها لان الراجل ده يعني شافها، هقول لك يعني اتجوزها رغم ان العمر متقدم بيها شويه او هي كبيره شويه، هو كان عنده حوالي 50 صح، هو 50 وهي حوالي 45 في الوقت اللي هو الحالي اللي بحكي فيه اللي هي بقى بتتجوز وهتتقتل وكلام من ده، كانوا متجوزين في الوقت ده بقى لهم 7 سنين، لكن اخر وضع لهم كان هو عنده 50 وهي 45 تمام، وكانوا متجوزين بقالهم 7 سنين.
وكمان الرجل ده كان متجوز كذا واحدة ومكان وعنده من الذرية عيال ما شاء الله. فكان باصص للست دي فاطمة العورة ان هي مش محتاج منها عيال خالص، دي نمرة واحد. وكان عنده عيال كبار كمان خلي بالك. نمرة اتنين ما نظرش ان هي عقيمة طبعا ولا ان هي بتخلفش، قال لك مصلحة دي، أنا دي طلبي. غير طبعا ازواجها اللي فاتوا قبل كده كانوا بأول سؤال هي بتخلف ولا لا، او كانوا بيتطمنوا على الحكاية دي. بل رمضان النجار ده قال لك لا لا لا، ده الحاجات دي ميزة من الميزات الكتيرة اللي فيها. وقال لك كمان يعني، او يعني احنا بوضح يعني، بسبب ميزة ان هي بتخلفش ديت ان هي طبعا ما حملتش كتير وكلام من ده، وجسمها رهرت وباظ وفي اللي ما بيبصش، بس هو كان باصص للحتة دي ان هي ايه ده، دي محتفظة برشاقتها وجسمها حلو قوي، الله دي يعني باين عليها الشباب اكتر، وما فيش ترهل ولا في تخن ولا في كذا من كترة الحمل ولا كلام من ده، الله دي طويلة كمان ما شاء الله، يعني هي كانت عجباه المواصفات كلها، وكان وشها لونه قمحي فاتح كده، مش القمحي غامق يعني، لا تعتبر ما بين الابيض وما بين الاسود، وان وشها كمان تحس ما تبص له بيحتفظ بكتير قوي من الشبابية في وشها، يعني عندها 45 سنة ومش باين عليها السن. فبدأ هو يبص الحاجات دي، كان باين عليها الصبا فعلا او الشباب فعلا. طبعا ما عدا العيب الوحيد ان هي فقدت احدى عينيها، او فقدت عينيها يعني عين واحدة طبعا. وغير كل ده رمضان عمال يدرس بقى ويبص لكل الكلام ده، قال لك الله كل ده كمان دي معتنية قوي بزينتها داخل المنزل كمان بعد كده ما اتجوزها، يعني الله هي بصلها في الاول طبعا هي معتنية بزينتها خارج المنزل او يعني بره، لما شافها كانت بتلبس ملابس زاهية قوي وحاجات الوان جميلة كده وحاجة تفرح كده، يعني هي بتعوض برضو يا عيني اللي فيها، وان هي برضو اتطلقت ومفيش خلفة، فقالت لك بقى اهتم بشياكتي ومنظري وما عنديش مشكلة بقى خلاص انا عايشة حياتي. وكانت بتخرج المكان بيشوفها كانت لابسة ملابس غالية قوي، كانت بتديها كده ايه يعني ملابسها، نوعية ملابسها كغال انها غالية، وستايل لبسها كان بيديها احترام وهيبة كده وقار بطولها ده كده، وكانت عاملة منظر كده قدام زباينها وقدام الجهات الرسمية اللي كانت بتتعامل معها، كانت يعني بس كانت ما تروح جات الرسمية كانت تروح لفة جسمها بملاية لف فاخرة طبعا من قماش كانوا بيقولوا عليه اسمه كريشة وكلام من ده، وكانت تحته بتلبس بقى الجلابية او اللبس العادي بتاعها، لكن كانوا لما يروحوا مكان محترم شوية مثلا او حاجة رسمية او جاية رسمية كانوا يلبسوا الجلابية لف الداري جسمهم والداري اللبس، وكانت من النوع اللي بتلبسش جزم، تلبس صندل كده طويل. فكان دي اهم مميزات في نظر جوزها اللي هو اتجوزها. ومن اهم المميزات كمان الله ده انت بتشتغلي كذا، الدخل الثابت اللي هي كانت بتحققه من مهنتها على مدى سنين طويلة، لقى لها دخل ثابت وزباين ثابتة. وبعدين ده يعني حوشته وبقى باين عليها فين، في الغوايش الذهب اللي لبساها وفي لبس الذهب الكتير اللي كانت لبساه، وهي كمان كانت بتبقى حريصة قوي ان هي وقت عملها تبقى في أشيك ما يكون ولبسة الذهب، عشان ما اقولكش يعني دي مش محتاجة، قصدي دي محتاجة او هتنصب علينا او جعانة او كذا او كذا، لا لا لا، كانت بتحرص قوي ان هي توري لهم ان هي باشا، ان هي معاها ذهب ولابسه وكله تمام وبتقضي شغلها بمنتهى الشياكة. وده كمان كان بيجيب لها زباين نظيفة، كانوا يشوفوها لابسة كده ونظيفة قوي، يعني ناس يقولك دي انضف مننا، فكانت الطريقة دي بتجيب لها زباين وشخصيات محترمة جدا جدا جدا. بس يعني الناس دي يعني كان حصل موقف فحست ان الناس في النهاية بيبصوا لها ان هي يعني ايه كخدامة متطورة يعني، او خدامة ملناش دعوة مش عيب، بس انا بحكي لك الوضع اللي حاصل، ان هي دي يعني خدامة اختنت او عملت مشروع، بس ان هي في الاصل خدامة زيها زي الناس اللي بتشغلهم.
لكن ما كانوش بيبصوا لها ان مثلا ان دي ست سارية، يعني مثلا من ولاد الناس، وان هي بتتسلى في العمل او في المجال ده. لا 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 لا, لا. ده يعني تقدر تقول الغالبية من الناس. لكن كانت في شوية ناس كده نظيفة وراقية جدا، كانوا بيبصوا لها يعني يقولوا لها انت بنت مين، انت كذا، انت كذا. فكانوا بيبصوا لها البصة العكس بقى، ان دي بنت ناس، وان دي عاملة مشروع وبتتسلى، وان هي مش خادمة ولا كلام من ده ولا الكلام ده. فكان في فئة بصة لها البصة دي، والبصة التانية اللي هي كانت بتضايقها، يقول لها يعني ايه دي خدامة واختنت، او دي خدامة وعملت مشروع، فكانوا يبصوا لها بصة قليلة. هي كانت بتتضايق من الحتة دي. ماشي يا سيدي، بلاش ماشي، يخرب بيت كده، مش ماشي انا قاعد. المهم كنت بقول بدل ماشي بقول كلمة ايه، تمام، ايوة تمام تمام. هيقول لك ما تقولش تمام، هنقول ايه تاني مش عارف. اوكي. المهم الحقيقة ان الذهب بتاع فاطمة العورة ده يعني كان كتير جدا، يمكن دي اكتر واحدة كانت لابسة ذهب، ليه بقى بتشتغل بقى وشغلها عمال على بطال وكتير وشغل داير على طول ما بيقفش. الذهب ده أزهل مين؟ الست سكينة دي أول واحدة شافتها بتتزين أو بتتزوق زي ما بيقولوا في دكان جوزها، يعني زي ما تقولوا هي طالعة من عند جوزها كده، فكانت بتتزوق كده وبتحط الذهب بقى وبتحط الكاميرات، زي كانت قاعدة مع جوزها وقايمة، فبتعمل بقى إيه التاتش بتاعها واللمسات بتاعتها. فريا فسكينة شافت الوضع ده وهي معدية راحة على بيت ريا اللي في علي بيك الكبير، يعني شافتها من حوالي مثلا 30 متر كده. فدي برقت تبريئة طبعا، هي انت تقول اي شخص يعدي يبص مش هيشوف الذهب، لكن دي عشان حط عينها على الذهب يمكن ما شافتش وشها ولا جسمها ولا ايديها، شافت اللي هو في بالها اللي هو ايه، اول بصة رصدتها وفحصتها الذهب. زي في ناس ممكن تقابلك تبص لك من فوق لتحت، بتدرسك بتقيمك وتشوفك لابس ايه وبكام وفين وايه. في ناس عادي طيبه محترمه بتبص لك عادي، لكن مش بتبص ان هو كيحسدك او يحسبك انت مين وبكام وتسوى كام. الناس مش بتسوى باللبس ولا بالفلوس، ماشي. فطبعا ريا بقى سكينه بصت البصه كده، ايه ده، ده في ايديها، لا ده في رجليها، ده في رقبتها، ده في كذا. عجزت سكينه عن احصاء، لما جت تحكي بعد كده عجزت ان هي تعمل عدد وتعد الذهب اللي في ايديها واللي في رقبتها واللي في صوابعها واللي في رجليها. طب لابسه كام دي يا سكينه؟ يا اختي مش عارفه من كتر ما هي لابسه، مش عارفه اقول لك ايه ولا ايه، ما عرفتش اعد، اتوهمت اتصدمت واكتفت ان هي تقول، ما بيقولوا لها يعني ايه، قالت لهم ذهب مهول، حاجه مهوله، الغوايش من فين، من ايديها لاخرها، ومن كفها لكوعها لرجلها مش عارفه، قالت لهم حاجه مهوله، يعني اكاد يعني اقول لكم ايدين مليانه ذهب ورجلين مليانه ذهب وودن مليانه ذهب وخواتم في الايدين، مش عارفه، قالت لهم حاجه مهوله فظيعه. تمام، ده وصف السيده سكينه لما شافت المنظر ده. طبعا كان رمضان النجار استعان بمدخرات او بفلوس زوجته في توسيع دكان التجارة بتاعه المتواضع، لان هو نجار كان على قده، شغله على قده خالص. كان اول ما اتجوزها كان عنده محل صغير خالص، فبدأ يستعين لما اتجوزها بالفلوس بتاعت مراته، ومش عيب طالما هيدهم له، لغاية لما بقى تديله ويرجع وتديله ويخلي شوية ويبقي شوية، لغاية لما في سنوات قليلة 3-4 سنين كان الورشة الصغيرة دي اللي فيها عدد بسيط من الصنايعية، ان استقر انه اشترى ورشة كبيرة على رأس حارة علي بيك الكبير، والصنايعية الصغيرة بقى فيها عدد صغير، بقى فيها عدد كبير جدا. ما كانش من نوع رمضان ده، رغم انه كان حساس قوي، بس كان بيتجرأ ويطلب منها ويشيل الكسوف والكلام ده، بس هو ما كانش من النوع اللي يعني بيعيش على قفا، سوري في الكلمة، الست بتاعته، او مش النوع اللي هيعيش على قفا زوجاتهم،
أو أنه يستغل زوجتهم، لا، هو أعاد كل ما اللي مقترضه أو استلفه من فاطمة العورة بعد ما بدأ يتوسع. كان باقي عليه بقى فلوس من السنة اللي فاتت واللي قبلها والشهر اللي قبله، لا، بعد التوسعات دي ما حصلت والشركة أو الورشة بدأت تبقى كبيرة جدا وفيها أرباح، بدأ يسدد كل مليم لفاطمة العورة. والموقف ده أدى إلى تثبيت يعني أعمدة أو أركان أو أساس زواجهم، أدى إلى تثبيت أساس الزواج ده. واكتشفت فاطمة العورة شيخة المخدمين مدى تعففه وإخلاصه، والراجل ده محترم، وانه هو كانت مفكرة انه هو طمعان في فلوسها، طلع بعد ما سدد كل ده اثبت ان الراجل ده محترم وانه هو مش طمعان في فلوسها. ده اثبت مين؟ اثبت لفاطمة. هي كانت بتشك بقى شوية، بدأ ياخد فلوس كتير وكلام من ده، بس تأكدت تماما ان الراجل ده مش طمعان فيها. فبدأت ايه طبعا رد الفعل الطبيعي، ما بقتش تتردد في مساعدته ابدا، كل ما احتاج لفلوس للتمويل، داخل على عملية كبيرة او هيصنع اوض هيصنع كذا، تروح جاية ايه مدياله فلوس اللي هو عايزها بمنتهى الثقة. وطبعا هو كمان ما كانش له قرايب، هي لم ما كانش لها قرايب غيره، يعني هي كانت عندها بنت اخت وحيدة كانت عايشة في اسكندرية بس في مكان بعيد، فهي عيني ملهاش ظهر ولا سند في الدنيا خالص غير الراجل ده. عارفش الناس دي كتير كانوا مقطوعين كده، واحدة تلاقيها شغالة في الدعارة ومش عارفه، تلاقيها عيني لا حد، مش عارف سكينة ملهاش الا ام بس، قصدي اسمها ايه انيسة ملهاش الا ام بس، مش عارف مين ملهاش الا واحد بس، ملهاش الا راجل وعيلها بس، يعني تحس ما كانش في عيلة لسه في بدايات ولا ايه، ولا كانوا ناقلين من بلاد لبلاد فبقيت العيلة بعت خالص او انتهى. المهم الحقيقة برضو ان محمد رمضان ده او رمضان النجار نقول عليه خلاص على كده احلى، ما كانش يخلو من ميزات برضو زيها دفعت فاطمة العورة ان هي تحرص قوي على الزواج منه وتحافظ قوي على الزواج، على الرغم من الزواج ده شوف اتبنى على اسس يعني عملية محضة، اللي هي ايه ان هو نجار بيحب شغله وكان يسعى لانجاحه واستلف منها، فكانت تقول لك لا ده الراجل ده وحش، لا كانت خلاص بدأت ما اتأكدت منه بدأت تحافظ قوي على بيتها وعلى الجواز، ان الراجل ده محترم واحنا عايشين عيشة حلوة، بس عيني جالهم بقى الخراب من ناحية تانية، شوف الراجل محترم والست محترمة وجالها النصيبة من حتة تانية خالص. والراجل ده يا سيدي كانت معظم الناس ايامها جهلة او يدوب اعدادية او ابتدائية، الراجل ده كان بيعرف القراءة والكتابة، بيقرأ كويس ويكتب كويس، وكان كتير قوي قاعد على محله، لما جاب بقى صناعية والعملية كبرت معاه شوية كان قاعد على محله دايما يقرأ الكتب والمجلات والجرايد وكلام من ده، كان الموضوع ده كون له بعد فترة ثقافة خاصة قوي بيه، يعني هو كمان اتعمق في الفكر شوية بتاع الكتب اللي كان بيقراها، فأصبح له سخرية كده دايما ساخر كده، وهقول لك ساخر دي عشان بقولها لك عشان في موقف هيحصل بعد كده. فسخريته دي يعني حتى بيسخر من حاجات كده برضو باحترام وبأدب وبثقافة، فكان كل اللي يسمعه بيقول كده يقولك الله ده راجل يعني ده مثقف ده متعلم. المهم الحتة دي ادته احترام اجتماعي ورفعت من مكانته بين الناس بين عامة الناس والأميين اللي حواليه كلهم والناس الجهلة اللي حواليه كلهم، مقصودش جهلة حاجة وحشة بس بعرفك يعني النوعيتين من الكلمة عشان اللي مش فاهم دي يفهم دي. فدي ادته يعني منصب كده او يعني احترام اجتماعي من الناس اللي حواليه كلهم. بدأ بقى واحد يجي يقول له والنبي اكتب لي الجواب ده لأمي، والنبي اكتب لي الجواب ده لأخويا، والنبي تعالى اقرا لنا الجرايد الصبح. كان بيحصل كده زمان، خلي بالك كانت الناس طيبه برضو ايه مع بعضها. هو مثلا الانجليز عمل ايه والاستعمار عمل ايه، يروح جاي مفتوح وقاعد يحكي. وطبعا هو كان يعني في حديثه فعلا بيحكي حقائق وثقافات وكلام من ده،
وكان يحب يهزر معهم شوية، وكانوا بقى ايه بدأوا الدرجة المرحلة التانية، هو ايه رأيك في السياسة اللي كانت مش عارف ايه كذا كذا. الله إيه، وكانت ايامها في حركات وطنية وزهرات وشاف، فكانوا ياخدوا اراءه دايما، وكان اللي يقوله قرآن عندهم يمشوا عليه تماما، يعني اصبح له نفوذ ورأي في المنطقة بتاعته. خلي بالك افهم الكلام. وبالطريقة دي شهد دكان النجار رمضان النجار في الأيام دي من أول أكتوبر 1920 مناقشات واسعة قوي قوي حول مشروع المعاهدة اللي كان أيامها عرضه اللورد ميلنر على الوفد المصري. دي حاجة ملناش دعوة بيها بس أنا بوضحها لك. المهم يعني إيه، دي المجال اللي كان ماشي قوي، واللي كان الكلام في الحاجات دي طب قوي ومسمع قوي، وكان بيقعدوا في جلسات طويلة قوي وبحثات طويلة قوي. وكان كمان بيتم في باريس وساعات يتم في القاهرة. وطبعا المشروع ده اختلف فيه المصريين كتير قوي قوي قوي. الموقف منه يعني في ناس تأيد في ناس تعترض، مش هنقول بقى المشروع ايه ونقعد ندخلك في سكة تانية لا. المهم النتيجة بتاعت ديت لما كانوا مرة في باريس ارسلوا 4 من الناس الفخم قوي للقاهرة، طالما الشعب مش راضي وفي اعتراضات من حكومة ومن كذا، فالمهم بعتوا 4 كانوا هم كوفد بيتناقش هناك، بعتوهم للقاهرة عشان اللي هم مين الأول، اللي هم محمد محمود باشا وعبد اللطيف المكباتي، دول ناس معروفة قوي على فكرة، وأحمد لطفي السيد بيك، كان زمان يقول له بيك علي بيك أحمد بيك كذا، وعلي ماهر بيك أو علي ماهر بي زي ما بنقول، دول كانت أسماءهم لقب، كان بيشترى البهوية خلي بالك، والبشوية كانت بتشترى. المهم دول كانوا بعتوهم عشان يشتركوا مع 3 آخرين أعضاء كانوا في مصر. هم مين بقى يا سيدي اللي هم متزعمين الثورة والهيصة دي كلها؟ كان هم مصطفى النحاس بيه برضو، وويصة واصف بيه، وحافظ عفيفي بيه. التلاتة دول في ان هم يعرضوا المشروع على الأمة ويعرفوا نسبة القبول قد ايه والرفض قد ايه. كان بقى مصطفى رمضان النجار سوري هو محور المناقشات. شوف الراجل سمع قد ايه بثقافته ورغم انه جاهل، وهو عرف انه في الحي كله والمنطقة بتاعته انه مصدر ثقة، فكانوا بيجيبوا الرؤوس ديت عشان يهيئوها تقوم تقنع الالاف اللي تحتها. ماشي، ده الوضع اللي كان ماشي بالنسبة لرمضان النجار. ورمضان النجار كان بيجد متعة قوي قوي، كان مبسوط قوي انه عوض عدم تعليمه في الجلسات دي، وكمان الجلسات دي كانت بترفع من مكانته بين جيرانه زي ما قلت لك، وكان هو نفسه بيحس بسعادة انه بقى مثقف وانه مش مهم التعليم وانه هو اتعلم، ودي برضو حاجة حلوة مش وحشة. بس ثقته الزيادة دي وبقى صيته عالي قوي بقى دي يعني خليته تغر في نفسه شوية، وهنا بقى بداية الموقف اللي حصل، انه هو جاره حسب الله بقى في حالة نفور منه. هقول لك ليه برضو، احكي لك التفاصيل كلها مع بعض. ماشي، بقى في حالة نفور منه ليه؟ لانه حسب الله ما كان يقعد يتكلم معاه شوية وما يجي سكة ما كانش بيقدر يجالي في الكلام ابدا، ويقول له يعني ايه فلسفتك الفارغه دي، يعني في عقل باله كده إيه انت ايه جبت الثقافه دي منين الله. وكان بيتكلموا في كلام ان هو ما يفهموش، قال لك الله ده الراجل ده بيتعالى عليا، يعني ده انت يعني بتتعوج عليا بقى. فالراجل يعني بقى خلاص حسب الله هيتجن. ولقى الناس بتحترمه قوي، وده غيرة طبعا لان حسب الله في وضع تاني عكسي تماما. ومع ان حسب الله كان مفكر ان ده نجار تافه حاجة هبلة كده، بس يعني ما بدأ يسمع عنه هو كان عاخد فكرة ان ده نجار فقير وغلبان وعلى قده وكبر على ايه، على حساب مراته، فكان دايما حسب الله استهزاء بيه برضه مش مالي عينه، انت بتكبر على حساب مراتك. بس لما صيته عالي قوي الراجل كده قال لك لا 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 ده كده مش هينفع. المهم يا سيدي ريا يعني بدأ يقفش منه حسب الله،
ولكن ريا كانت عاملة علاقات حلوة ومودة مع جيرانها كلهم، وكانت بتلجأ لرمضان النجار من وقت للتاني انه يصنع لها حاجة، وهو يقول لصبيانه اعمل لريا كذا، يعمل لها حتة حاجة عايزة تتخيط، يعمل لها مثلا درج، يعمل لها حاجة تتعلق على الحيطة رف، يعمل لها قبقاب، حاجة من دي. ماشي، وهنقف يا سيدي لغاية هنا، وإحنا دخلنا على بداية القصة هوت، وابتدي أوضح لك الحلقة الجاية نكمل مع بعض، وهتشوف التطور اللي وصل عملية للقتل. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، هو قصير معلش، بس هنزل لكم أسرع إن شاء الله. ولا إله إلا الله محمد رسول الله بالنيابة عنكم. سلام. ما تنسوش اللايك، بلاش تعليقات، المهم اللايك، يعني اقصد عشان ما تعبكوش في التعليقات، المهم اللايك عشان الفيديو يمشي، لان التفاعل قلل على مستوى اليوتيوب كله، في ناس برضو اكتر مني بكتير، بس هو قلل عندي برضو اكتر شوية. فيا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك، بالله عليكم، سلام.